بعد البريك رجعنا نحن وانتن لنكمل معكن مشاهدي قناتنا السوبر تي في بفقرات حلقتنا لليوم بفقرة حزيلة النهرة. اليوم رح يكون موضوعنا عن الموسيقى، الترتيل والصلوات. مثل ما نعرف انه الموسيقى هي غذاء الروح، اليوم رح نتعرف على أصالة الموسيقى بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية. رح نعرف أكثر عنها مع الأب الخوري جوزيف شابو، كاهن كنيسة مار بارسون بنيوجيرسي وكنيسة مار يعقوب النصيبيني بتكساس. بارخ مار أبونا وأهلا وسهلا فيك معنا مرة تانية عبر شاشتنا سوبورو تي في. ألو مبارخ ملفونيثو، ألو طورلخو، الله يخليكم يبارك فيكم. تودي ساقي أبونا، أكيد كل سنة وانتم سالمين، ينعاد عليكم بخير وفرح، إن شاء الله يا رب تكون هاي السنة سنة خير وفرح على الجميع. إن شاء الله سنة سلام على العالم أجمع، الله يحميكم. آمين. تودي ساقي أبونا، مثل ما ذكرتوا بالبداية الموسيقى هي غذاء الروح، دائما الموسيقى هي اللي تنعشنا، وفي حالات معينة دائما نلجأ للموسيقى وهي اللي عم ترافقنا دوما. ومثل ما ذكرتوا اليوم رح نعرف على أصالة الموسيقى بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية. يمكن الغالب ما عم يعرف أو ما عم يفرق بين الموسيقى والترتيل، ولكن نحن شلون نقدر نوافق أو نوفق بين الموسيقى والترتيل؟ نعم طبعا، لكلمة الموسيقى حبيت أسجل هالكلام. لكلمة الموسيقى حين تقرن باسم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وقع ملائكي في قلب كل سرياني عاش وربي بين أكناف هذه الكنيسة المقدسة. إنه وقع يملأ الأرض بنفح من السماء ويغمر النفس بألحان وتسابيح وتهاليل رددتها الملائكة. ومن هون من عند الملائكة نحن بنسبح، ومن الملائكة تعلمنا نسبح منذ ولادة السيد المسيح وإلى اليوم وإلى مجيئه الثاني. نحن راح نسبح التسابيح اللي تعلمناها من أبائنا واللي طوروها أبائنا، وهالتسابيح اللي بلشت في المهد، في مهد السيد المسيح: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. عم بيقول سبحوا، ما بيقول قرأوا، ما بيقول قالوا، سبحوا. سبحوا يعني معناته كان في نغم، في ترتيل، ترتيب. نعم، فمن هل من هل من يوم ولادة السيد المسيح نحن بنتعلم التمجيد والترتيل، ونحن بنعرف من آبائنا حتى قبل السيد المسيح كنارات وقيثارات ومزامير وتراتيل وتسابيح تعلمناها كمان من الكتاب المقدس، وغثناها من آبائنا الميامين اللي كانوا قبل السيد المسيح وبقيت مع السيد المسيح وبقيت تقليد وعادة في كنيستنا السريانية وعند أبانا السريان. صحيح أبونا. بنقطة أخرى، السؤال الآخر نحكي فيه عن البرنامج الموسيقي، هل كنيستنا السريانية الأرثوذكسية عم تتبع برنامج موسيقي أو عم تحط برنامج موسيقي؟ نقدر نعرف أكثر كمان حول هاي النقطة؟ طبعا نحن في عنا نظام موسيقي في الكنيسة السريانية، نظام كثير مرتب، وهذا النظام الموسيقي هو سنوي، وهالسنوي نحن دائما نتبعه في كل كنائسنا السريانية الأرثوذكسية في كل العالم. أول شيء توزيع الألحان، هن 8 ألحان على أعياد وعلى المناسبات الدينية على مدار السنة. من الأسابيع تبلش نحن السنة الطقسية السريانية في أحد تقديس البيعة، وأحد تقديس البيعة يبدأ في الأحد الأول من تشرين الثاني وينتهي في يوم عيد الميلاد المجيد، يعني 8 أحد. و8 أحد، في هالثمان أحد نحن نقول قدمويو ترايونو، الأول الثاني الثالث، حتى نوصل صحيح إلى الميلاد اللي هو قدمويو. صحيح، وهذا اللي بنقوله نحن هاي بالأسابيع تقديس الكنيسة في افتتاح السنة الطقسية. تقديس البيعة بشارة زكريا، زيارة إليصابات، رؤيا يوسف، تجديد بشار ميلاد يوحنا قبل الميلاد حتى الميلاد. بعدين آبائنا رتبوا أسابيع بعد الميلاد والعماد كمان 8 أحدات حتى نوصل إلى الصوم الكبير، كمان 8 أحدات 8 ألحان. طبعا أسابيع الصوم كمان هن 8 أحد، من الأسبوع الأول اللي هو قطنة اللي هو عجوبة قانا الجليل حتى نصل إلى القيامة المجيدة، كمان 8 أحد. بعدين أسابيع القيامة كمان 8 أحد حتى عيد الصليب. بعدين الأحد التي تلي عيد الصليب اللي هي اندبرونوثو كمان 8 أحد.
بعدين الأعياد الرئيسية في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كمان رتبت الكنيسة ترتيب مهذب مع أبائنا الغر الميامين، عملوا لنا 8 أعياد سيدية في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، كنيسة السريانية كليتها قبل ما تكون الأرثوذكسية وشقيقاتها الكاثوليكية والمارونية وغيرها. 8 آحاد و8 آحاد العيد السيدي لما يصف يوم الأحد، يوم الأحد أصلا هو عيد، لذلك 8 أعياد سيدية مع الألحان تبع الميلاد هو الأول ونعطيه قدموه، صح. اللقطاس هو الثاني نعطيه ترايونه، دخول السيد المسيح مع عائلته كليثويو، بشارة العذراء في 25 آذار ربيعويو، الصعود حميشويو الخامس تجلي شتيثويو، انتقال السيدة العذراء شبيعويو واكتشاف الصليب المقدس تمينويو. هلأ الحان كلياتها موزعة بحسب النظام الكنسي، وأكثر من هيك النظام الكنسي موزع أسبوعيا في كنيستنا السريانية. لما نقرأ في الإشحيم يعني من يوم الاثنين إلى يوم السبت قبل ما نبلش بالفنقيث يوم الأحد والأعياد السيدية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت نحن مداورة بحسب يوم الأحد. مثلا يوم الأحد كان اللحم قد مويو، يوم الاثنين حمي شويو، يوم الثلاثة قد مويو، يوم الأربعة حمي شويو، هيك نتداورن مع بعضهم. هيك علمنا مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري، رتبلنا هالترتيبات وعملنا إياها، وهي أخذها من آبائنا كمان، من مار أفرام. ومار أفرام كمان طبعا كان في شيء نعرفه نحن كليتنا، مار أفرام أخذها كمان من الآباء اللي قبله، حتى عمل عليها تراتيل وترانيم، وهالتراتيل والترانيم علمها لسيدات وبنات وشباب وصبايا الروها، وعمل منهم كورالات اللي بنعرفها اليوم، كورال صبايا وشباب. وبهداك الزمان ما كان في شباب وصبايا يختلطوا مع بعضهم. أول مرة مار أفرام عملها، ويمكن قبله عملها مار غناطيوس النوراني 107 البطريرك الثالث في أنطاكيا، كمان يقول ظهرت الملائكة وعمل بودين من الشماميسة في الكنيسة. تمام، أكيد أبونا حلو كتير أنه كان يكون، ويمكن هذا أفضل شيء كان النظام والبرنامج أو الترتيب للألحان لحتى ما يكون في ضياع، أو كل واحد تنقل تيقول اللحن يلي هو عم يشوفه مناسب. نعم أبو يعني تفضل. اللحن المناسب دائما في الكنيسة لما نتلحن الألحان، نحن في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ما في عنا غير القراءات الإنجيلية أو القراءات الكتابية، يعني من الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد، حتى الإنجيل مرتل، كل شيء مرتل، كل صلاة موجودة في الكنيسة السريانية مرتلة وألا لحن وألا ألحان. طبعا تختلف هالألحان بين مدرسة ومدرسة، في عنا مدارس كثيرة في الكنيسة السريانية بحسب آبائنا وبحسب البيئات وبحسب المناطق اللي عاشوا فيها. مثلا في عنا مدرسة دير الزعفران ومدرسة ماردين، هاي مدرسة لحالها، مدرسة طور عبدين تقريبا تتبع لدير الزعفران، في عنا مدرسة الروها، مدرسة الروها مدرسة لحالها كمان عندهم ألحان الخاصين فيهم، عنا مدرسة حمص وصدد، هدول مدرسة خاصة كمان لحالهم، هدول كلهم شرقي غربي الفرات. شرقي الفرات في عنا مدرسة الموصل، مدرسة نينوى، مدرسة العراق مدرسة لحالها، وهدول المدارس كلياتهم يمكن مرات نفس اللحن نفس السيبلتو يقولوا كل واحد شكل، صح. لكن بالتالي لما يصلوا على البعوثو يصلوا كلهم مع بعضهم لبعوثو دمور يعقوب أو بعوثو دمور أفريم أو بعوثو دمور بالاي، صح أبونا. حتى هلأ هون عنا بالمنطقة ممكن مثل ما ذكرت أنه في مدارس كتار، حتى بين كنيسة وكنيسة عم نشوف كل كنيسة ممكن عم تختار مدرسة تختلف عن الكنيسة، ولكن عم يكونوا تنقل نفس القراءات نفس الكلام، ولكن الألحان تكون شوي مختلفة. هل كلام اللي بتسمعيه دائما نحن في معنا اعتراضات انه لا هذا لحننا نحن هيك لحننا هيك، صحيح. انا كنت اليوم اللي كنت بالقامشلي حتى كان في عنا قرى طور عبدين، يعني مثلا عين ورد تختلف عن مديات لهالدرجه،
مو يعني بيئة جوات المدرسة الوحدة كان يختلف اللحن عن الآخر. بس نحن نشكر ربنا في 1960 كان في عندنا البطريرك المثلث الرحمات البطريرك يعقوب الثالث قدر بإلهام الروح القدس وبراحة المطراني شوع صامويل، وكان سكرتيره هذاك الوقت الراهب زكا عواص، 1960 قدر يسجل السبلوثو البذغاز كلياته يسجله في أمريكا لما كان موجود هنا في أمريكا في نيوجيرسي في زيارة. أخذ من وقته الحلو، وعلما أنه كان عنده أداء مرتب وكان عنده صوت رخيم وكان عاشق الألحان ويعرف الألحان، وعاش في دير الزعفران وهو عراقي وعاش في الهند، وكان مطران بيروت ودمشق، مطران سوريا ولبنان، فعرف الألحان كلياتها. رتب هالألحان اللي نحن نعتز فيها ونفتخر فيها، كنز الألحان بذغازو كلياتها سجلها بصوته الرخيم. وفي هذاك الوقت صاروا 5 بكرات 1960، وكانت أمنية البطرك زكا أنه هدول البكرات يوما ما يصيروا نوطة، ونوطة بتصير أبدية دائمية لكل الأجيال ولكل شو اسمه، لأنه نحن بناخذ دائما لحن بالتوريث، ناخذ اللحن مثلا بالتلقين، ناخذ اللحن مثلا بالصلاة. أنا بتعلم على الجود من الشمامسة اللي جنبي، بتعلم الكلام من الكاهن اللي بيقول، وبقول انه هذا ابونا هيك قال خلص مثل هذا هو. فبتع يعقوب وحدة كلياتها وسجل هدول كلياتهم، وبواسطة هالتسجيل مثلا في لحن قوقويو مثلا ربيعويو بيقولوا بالعراق شكل، وفي القامشلي شكل اخر، يقول العراقي بعدين يقول زنوح رينو يعني نوع آخر، يقول تاني كمان. فهدول كلياتهم صاروا سجلون على 5 كاسيتات، ونشكر ربنا أنه هالكاسيتات صاروا مرجعية للكنيسة السريانية، لأنه ما في عندنا تسجيل قبل هالوقت شيء بروفيشنال يعني اختصاصي في هالموضوع. تمام أبونا. أيضا الموسيقى الكنسية السريانية أو موسيقى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، هل هي حكر على الإكليروس أم هناك أو فيه هاي دور عفوا للمؤمنين العلمانيين؟ طبعا الموسيقى في الكنيسة السريانية هي موزعة مثل ما سألت، يعني هذا السؤال كثير مهم. نحن في الكنيسة موجود عندنا مكان نقول الكاهن، شو بده يقول كهنه، صحيح يقول بعدين في المشمشونه شو بيرد المشمشونه، بعدين في عامه الشعب، صح. فنحن حتى في القداس الإلهي في دور للشعب، في دور للمؤمنين، وفي هذا الدور لازم يكون موجود. واليوم كثير من الكنائس أعطوا الدور للشعب، رجعوا الدور للشعب، خاصة في هالعهد اللي ربنا بارك فينا وعطانا راحة في مناطق معينة، حتى الشعب يقول بدل الكورال مثلا لما يقول مع بعضهم كلياتهم قاديشات، يردوا الشعب كلياته، الكنيسة كلياته تقول قاديشة حيلتونه. مثلا لما يقول موت غبران مثلا، ما بس الكورال، ما بس الشماس، ما بس الشمامسة يقولوها، الكنيسة كلياته تقولها مكتوب جنبها عامه. لذلك نحن في دور للكاهن يقول، في دور للشماس والشمامسي، في دور للعام وللشعب. صحيح أبونا. أبونا كمان مثل ما نعرف أنه مار أفرام السرياني له دور كتير كبير بالألحان الكنسية، ولكن إذا بدنا نحكي بالوقت هاد، هل في أشخاص عم يتقنوا أو يجيدوا الألحان الكنسية ويقدروا يحفظوها؟ طبعاً نحن مثل ما قلت لك، يعني نحن وراثياً أخذنا الألحان. هلا اليوم مثلاً نوقف على الجود، مهما يكون الإنسان تعلم اللحن من مرة واحدة، ما هو أنه دا أتعلم مثلا كلام إنجليزي للعربي، بدي أتعلم من تركي للسرياني، بدي أتعلم من الكلام، إذا ما صار مداومة، ما صار دوام، يعني واحد يحضر صلاة أكثر من مرة حتى يعني يستوعب اللحن، ولما يستوعب اللحن يقدر هذاك الوقت يعطي من حاله شو هو هاللحن وبحسب أداءه. لذلك نحن دائما نعتمد
على الآبائيات، نعتمد على الآبائيات مهما قلنا ومهما كان في عنا. نحن يوم الاثنين يوم الثلاثة في الأيام الأسبوعية صباحا ومساء كثير من الكنائس لما في كنيسة نعرف اللحن وبنعرف القال، يعني القوله اللي بنقوله الصلاة اللي بنقولها. أما إذا ما دوامنا مثلا كثير من الكنائس هلا خاصة في الغرب ما في صلوات صباحية ومسائية، صحيح، هذا يبتعد الإنسان عن اللحن وعن القول وعن الصلاة كمان، لذلك يصير نسيان عند كثير من الناس. بقي عند مثلا يبلشوا القداس بتشبحته وبعدين يقولوا بنور حزينة نور وبدأ القداس. لكن نحن مثلا القداس في الكنيسة السريانية في عنا مثلا فنقيث صلوات الليل ثلاث قومات، وبعدين يجي صلوات التعظيم لأمنا العذراء مريم، بعدين تجي صلوات الصباح، بعدين صلوات الصباح، بعدين ثلاث شعين الساعة الثالثة، بعدين نقول بداية القداس. فهذا كريته تمهيد للقداس هو. وفي هالوقت الكاهن يطقس وفي عنده تطقيس، يعني ترتيب وتحضير للقداس الإله. تمام. نعم. أبونا هلا يمكن نقطة كتير مهمة رح نحكي فيها، مرات البعض عم يقول إنه نحن ما عم نصلي أو عم ننسى نصلي ولكن عم نرتل، وعم يقولوا بعض الأشخاص إنه الترتيل نفسه الصلاة وربنا عم يشوف إنه هذا الترتيل هو الصلاة، ولكن هل نحن عم نرتل لنصلي أو نصلي لنرتل؟ آخر شيء طبعا هذا كلام كتير مهم، نحن دائما لما نقول صلاة معناتها نوصل صوتنا لله تعالى. صحيح. نوصل صوتنا إلى اللي بده يسمع هذه الصلاة ويجاوبنا عليها. لذلك نحن نصلي صلاتنا هي مهما رتلنا ومهما نغمنا لكن لازم نصل لشيء واحد اسمه صلاة. والصلاة هي نوصل الكلام الذي يوصل من الكلام اللي يصليه إلى خالقه، وهذا الكلام إذا ما وصل للخالق ما هي صلاة. الصلاة هي كلمة صلة بين الإنسان وبين الله تعالى، وهالصلة لازم تكون موصولة دائما، ما بس نحرك العواطف أو المشاعر أو النشوة أو تأثير القوى أو التركيز على الصوت وعلى اللحن ونترك العبارات التي هي صلب الموضوع، صلب الصلاة. لذلك لأنه هاي الحالة يكون فيها الترتيل مادي وليس روحي، نبتعد عن الروح. ففي فرق كبير بين النشوة الحاصلة من طرب اللحن ونغمة الموسيقى ومن الرهبة في الصلاة والعبادة. يقول أحد الآباء القدماء: نحن البشر نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل. فالترتيل الحقيقي الذي هو عمل مقدس ومعبر عن نفوسنا ويوصلنا إلى الله يبدأ أولاً من النفوس ويخرج من الفم بمشاركة القلب. لهذا تنصح الكنيسة المرتلين أن يكون حضورهم إلى الكنيسة لهدف لقاء الرب وليس للترتيل فقط. تمام أبونا. أبونا قبل ما نختم حديثنا وبعد ما حكينا بنقاط كتار ووصلنا للنقطة الأخيرة، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية شلون هي تقدر تحافظ أو الدور يلي عم تقوم فيه لحتى تحافظ على هذا التراث الموسيقي الثقافي؟ هذا الكلام هو زبدة الكلام اللي بدنا نحكيه، زبدة الكلام أنه هذه الكاسيتات اللي سجلها البطريرك يعقوب الثالث كانت أمنية البطريرك زكا مثل ما قلت لك أنه يتنوط وهل يصير نوطة، وسعى كثير المطران يوحنا إبراهيم إذا كان طيب الله يرجعه بالسلامة، وهاي أمنيتنا. فسعى كثير كثير وجاهد وكان عنده هذا الجهاد، الحمد لله وصل إلى طريق السلامة، قدر يشوف الملفون النور إسكندر الله يرحمه توفى قبل أسابيع في السويد، ولا يعوض هذا الملفون النور إسكندر في علمه في اختصاصه الموسيقي وخاصة اختصاصه السرياني. فقدر ياخذ موعد من ملفون نور اسكندر اللي كان يشتغل في حلب وعمل الكورالات وعمل التأثير والتأثر بين اللحن السرياني والألحان الأخرى من غير طوائف ومن غير ملل، وكان كتير بروفيشنال، يعني درس العلوم الموسيقية وضبطها وكان أستاذ اللغة الموسيقية. فطلب منه سيدنا يوحنا أنه ينوط
هالكاسيتات هذا البزجاز، وقدر من سنة 86 إلى سنة 92 قدر ينوط البزجازين، بزجاز اللي سجلوا بترك يعقوب ينوطه كلياته ويطبعه سنة 1992، وكذلك كورال الروها اللي وريثتها اليوم هي كنيسة مار جورجس في حي السريان، كان اجى سنة 70 وفد من لوفان لونيف من بلجيكا وسجلوا هالألحان الرهاوية كلياتها، وقدر سيدنا يوحنا كمان بواسطة ملفونو نور اسكندر ينوط هالبذغاز وطبع كتابين كاملين البذغازو بالنوطة. وهذا البذغازو بالنوطة هو اليوم الحل لكل إنسان، لكل مرجعية سريانية أو أي لحن سرياني نختلف عليه وكلياتنا، النقطة هي بتقرر خاصة لأولادنا من بعدنا. تمام أبونا، أكيد موضوع اليوم كتير حلو كان، وحكينا بنقاط كتار ونقاط مهمين، وأكيد أهم نقطة كانت أنه شلون ترتيب الألحان والبيثجاز. بعد ما وصلنا لختامنا، كلمة أخيرة تحب توجهها عبر شاشتنا سوبورو تي في لكل الأشخاص يلي عم يشوفونا ويحضرونا عبر هاي القناة؟ حقيقة ما شبعت أنا من المقابلة، لكن في عنا مثلا نحن اليوم عنا أسماء الأناشيد وأقسامها كثير، أشياء كثيرة، بس بحب أذكرهم ذكر. أكيد فضل يعني أبونا. أكيد وأقسامها في الكنيسة بوعوثه اللي هن بوعوثه اثنين قشمو، ثلاثة غنيزو أو الغنيزة أو الخفي أو المحجوب، بعدين أربعة هولولة الهلال، خمسة زوموروز أو جمع زوموري، وكرخو كرخي كوروزوثو ميمرو مدروشو ماوربو مزعقونوثو معبرونوثو مثاهدونوثو تصومو سيبلتو أو سيبلو سوغيثو يوثو سوتورو 17 سيدرو، بعدين استخارات عونيثو عونيوثو عطرو عقبو فيردو فيرمو، هدول في دغومو، كل هدول هن أشياء نحن اليوم ما كثير نعرفهم، لكن هن موجودين في الكنيسة وموثقين ووثقون أبانا، خاصة أبونا مار يعقوب الرهاوي اللي نظم لنا الصلوات الطقسية في الكنيسة السريانية آخر شيء سنة 708. تمام. إذا اليوم أنا بتشكر هالكلام اللي هالأسئلة، وأنا عندي كثير كلام حول الموسيقى بريد كان أحكيه، لكن بدنا وقت أكثر وبدنا أكثر يعني مقابلات. أكيد أبونا بمقابلات أخرى رح نقدر نكمل كل المواضيع يلي ما عم نقدر نكملها بحلقة واحدة. تودي لا سوبورو، تودي للقيمين على سوبورو، تودي للي وصلوا سوبورو إلى كل العالم، وهي سبرثو محيونيثو العام وسريويو والكل هون عامي. تودي ساقي أبونا، أكيد تودي كتير للوقت اللي عطيتنا ولكل النقاط اللي ذكرته وللموضوع المهم، وأكيد بحلقات أخرى رح نقدر نكمل كل المواضيع اللي عم نوقف عندها. تودي ساقي. تودي لكم، الله يخليكم ويبارك فيكم. تودي.